جاهزه؟ ماشي. يلا بصي معايا على الشاشه. بصيت اهو. بصي. ايوه. عادل امام قال لي هقطعك بوس واستاذنت مراتي. في عمارة يعقوبيان. في عمارة يعقوبيان. قولي لي التصريح ده قال لك انا استاذنت مراتي، انت اخذت الاذن من مين؟ انا ما عنديش حد اخد منه اذن. دي وقتها ما كانش في اي حد تاخد منه الاذن. لا ما عنديش انا. لا ما عنديش حد اخد منه اذن. وبعدين احنا كنا حتى قبليها كنا فترانين، كان رمضان وكنا فترانين عند الاستاذ في البيت. فقال لي قال لي اهو عشان تبقي عارفه اهو. وكان يعني بيمهد لك الموضوع. لا بيفكني، لان انا كنت متوتره جدا وكنت حاسه ان انا قدام الزعيم. مش اي حد يعني. واني مشاهدي بس معاه، انا مش ما فيش حد يعني. كل مشاهدي معاه، فانا كنت متوتره جدا. انه ازاي؟ وبعدين قالوا لي خدي بالك، خوفوني في الاول كتير منه. بعدين لقيت ايه ده، هو مش هو استاذ عادل ازاي كده، وازاي بيقعد وبيضحك ويهرج. اللوكيشن بيبقى يعني مش عايزه اقول لك كانك قاعده يعني مش بالتصوير. مش بالتصوير خالص. خالص. لكن اول ما يقول طب هنشتغل خلاص، يلا خلاص خلصت يعني. بيشتغل يعني. انا قلت لهم انا لما اتفرجت حتى كل الناس قالوا لي انت عملتي الدور ده ازاي؟ قلت لهم ما اعرفش. يعني انا كنت سايبه نفسي خالص، وهو فعلا انا كنت بتحرك بعينيه. هو اللي كان الليدر فعلا. الليدر في كل الموضوع. حاجه فعلا. طب لما قال لك الكلام ده انت اتفاجئتي؟ اتصدمت اول مره؟ بصي هو مش اتصدمت، بس انا يعني انا كنت حاسه ان انا بحلم. انا مش، لا هو ده مش كلام مش مظبوط، هو في حاجه. هو فعلا ما كانش في حاجه، هو كان بيهرج في الموضوع، وكانت الحكايه بسيطه جدا بجد. كانت تجربه رائعه رائعه رائعه. اعتبرت هذا الشيء جهن كنوع من تنازل بس عشان اطلع مع عادل امام؟ لا خالص، بالعكس. الناس ممكن تكون شافته بالشكل ده، انه انا اي حاجه يطلبها مني بس انا اطلع مع الزعيم عادل امام. لا خالص. على فكره هي حتى لما الناس كلها بتقولي ايه اتبستي، ايوه يعني ما هو على فكره هو بس دي من خدي، ما عملش حاجه عيب ولا غلط يعني. خالص. وما فيش مشاهد اوفر في الفيلم يعني ليا. فبالعكس ده كانت. وبعدين انا قريت السيناريو، ما كانش فيه حاجه اوفر. وبعدين هو اللي اختارني. اوكي. قال لهم بس اسالوها، لو ما تقولوش ان انا، اسالوها الاول لو توافق. قلت لهم لا انتوا بتهرجوا ازاي يعني، ده انا اعدي بس. الدور ده والمشهد ده فتح لك ابواب ليه؟ بصي هي تجربه مميزه وخلتني في حته تانية يعني. هي نقلتني مرحله. فين؟ نقلتني ستيب قدام يعني. بدل ما كنت بعمل ادوار عاديه ملفته وكنت معروفه، لا كانت جيهان قمر الحراميه. اوكي. يعني كان على طول الحراميه بتاعت الخاتم. سرقت الخاتم. طب سرقتي في الاقلام، طب انت يعني انت خدتي الاقلام تعملي بيها ايه؟ عشان هو الجمله قالها كده، انه طب دي تاخد تعمل ايه بالاقلام؟ بالاقلام. فكل الناس تقول طب بعتي الخاتم، الاقلام عملتي فيها ايه؟ فدي علقت مع الناس. طب معاكي انت شخصيا بحياتك الشخصيه، المواضيع والمشاهد اللي دي ما عملت لك غيره بحياتك جيهان بصراحه؟ غيره؟ غيره من زوج، غيره من علاقه، غيره اكيد طبيعي. لا طبيعي طبيعي طبيعي. بس هي انا كل شغلي في حياتي يعني في مدار حياتي كلها ما كانش في حاجه اوفر يعني. بس في حاجات بتعلم، فهماني؟ بيبقى الراجل شايفها لو عملت اي دور يعني، يبقى مركز بالحته دي. انه هي بس دي طبيعه فيا يعني. انا في حاجات كتيره قوي بتبقى طبعي يعني، انا بتصرف طبيعي. فيعني ليلى مدلعاني زياده، انت عارفه. فهي انا دلوعه زياده. طب غصب عني بيطلع